بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بيّن لنا في هذه الآية أنه سبحانه يؤتي علم منهجه بواسطة الرسل إلى بعض خلقه، فمنهم من يأخذ منهج الله بالاستيعاب أولا، وتوظيف ما علم ثانيا، وبذلك يرتفع من منطق الأرض إلى منطق السماء. فالذي يعطيه الله ذلك ما كان يصح له أن يترك ارتفاعه إلى السماء ليهبط إلى مستوى الأرض، وذلك ما يفعله البشر، يقننون لأنفسهم ويضعون نظم الحياة على وفق هواهم وعلى وفق نظمهم، ويتركون منهج الله الذي صنعهم ووضع لهم قانون صيانته. فكأن الحق يريد أن يرتفع بهم إلى السماء، وهم يريدون أن يخلدوا ويهبطوا إلى الأرض. ذلك كلام نظري له واقع في بلعم ابن باعوراء. هذا الذي آتاه الله العلم ولكنه أخلد إلى الأرض ولم يتبع ما علم، فانسلخ منه كما تنسلخ الشاة من جلدها. يقول الحق فيه: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. الذي يريد أن يرفعه الله إلى السماء ثم يهبط إلى الأرض، يريد الله أن يصور حاله بحال الكلب. الكلب يفعلها غريزة فهو غير مذموم فيها، حين يلهث وهو مطرود ويلهث غير مطرود، هذه غريزة فيه فلا يذم على هذه ولا هذه. لكن الإنسان الذي ميز الله غرائزه بمنهج عقلي يصون حركته، ما كان يصح أن يفعل ذلك. إياكم أن تقولوا: وما ذنب الكلب في أنه يلهث ويضرب به المثل في القطن؟ نقول لا، أنه صار مثل الكلب. الكلب يصنعها غريزة وهو بغير تكليف، فيفعل ما يشاء، اللي يجيله غريزته فيه يعمله. فالإنسان الذي ارتفع بفكره، الذي يختار بين البديلات، لا يصح أن يصل إلى هذا المستوى، لأن هذا المستوى في الكلب محمود فيه، طبيعته هكذا. فاوعى تقول بقى لماذا ربنا يضرب المثل باشياء وما ذنبها هي، زي ما يقول ايه مثلا اليهود لما يريد الله ان يشبههم يقول: مثلهم كمثل الحمار يحمل اسفار. ايوه، لان الحمار حين يحمل اسفار انا ذمه لانه لم يفقه ما في الاسفار؟ لا، لان ليست مهمته ان يفقه ما في الاسفار، انما مهمته ان يحمل فقط. وقد حمل ولا ما حمل شيء؟ يبقى ادى امانته. فلا تكون مثل الحمار الذي يكتفي من الخير بان يحمله، ولكني اريد منكم ان تحملوه وان تنتفعوا يبقى اذا لا ذم للكلب ولا ذم للحمار، انما ذم لمين؟ لمن يتشبه بهم، لانه نزل الى مرتبه. هذه المرتبه الله اراد المثل فيها بشيء لا تذم منه، ولكنها تذم من مين؟ من الانسان. والانسان الذي لا يتبع منهج الله يكون مكروب الحركه في الحياه، لانه ما دام لا يتبع منهج الله، ان كانت الحاله بتاعته سراء يبقى كربه يجي منين؟ كربه ياتي من ناحيه انه معزول عن الله،
وما دام معزول عن الله يقول يا سلام السراء التي فيها انا والنعيم ده ايدوم لي او لا يدوم؟ يبقى في كرب من هذه. طيب وان دام لي ادوم له او اموت؟ يبقى حتى في حاله السراء يبقى ايه؟ يبقى مشغول برعب وخوف اما ان يفوت النعيم واما ان يفوته. اذن فهو مكروب دائما، ذلك كالكلب يلهث حال راحته وحال ايه؟ وحال تعبه. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. إذن حين يضرب الله لنا مثلا من الأمثال الواقعية في هذا الرجل اللي هو بلعم ابن باعوراء، بيدينا المثل ده ليه؟ ليصوره لنا في واقع حدث بالفعل. وفرق بين أن يكون كلام نظري كده قد يحدث وقد لا يحدث، وكلام إيه؟ له واقع. هنا بقى بقول إيه؟ ذلك أي الذي أحمل يريد الله أن يرفعه بما علمه فانسلق من دينه. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، يعني لستم بدعا في هذا، لأن الله يريد أن يرفعكم بمنهجه إلى السماء وأنتم تخلدون إلى الأرض. لأن بلعم ابن بعوراء حصلت له، وانتم عملتوا زي مين؟ كلمة مثل إذا سمعتها الميم والثاء واللام بتنطق كما يأتي، إما أن تنطقها مثل وإما أن تنطقها مثل. مثل بكسر الميم وسكون الثاء مش كده، ومثل بفتح الميم وفتح الثاء. يبقى إيه الفرق بين مثل ومثل؟ المثل هو المشابه والنظير، تقول فلان مثل فلان في الكرم في العلم في الطول في العرض في اللون، يبقى اديت تشبيه ايه؟ تشبيه ما هو مجهول لي بما هو ايه؟ معلوم. يجي تحدثه عن فلان يقول لك فلان ده مين؟ يقول لك اهو انت شفت فلان؟ اقول لك اعرفه ده، اهو دي زي ده تمام. يبقى ده اسمه ايه؟ مثل. يبقى تشبيه، شبهت مجهولا للمخاطب بمعلوم له، يبقى ده اسمه ايه؟ مثل. ومنه ليس كمثله شيء، ما فيش شبه شيء من الايه؟ لانه متنزه ذاتا وصفات وافعال على الاول. طب وكلمه مثل؟ طب ما هنقول هذا مثل وهذا، نقول لا بس فيها حاجه زي دي. ايه الحاجه؟ ان المثل دي قد يكون شبيه غير متعالم ومعروف، تقول فلان مثل فلان في الكرم، ولكن فلان المشبه بان الناس ما تعرفوش انه كريم، يعني مش شائع. لكن إذا كان المشبه به زائع الصيت بحيث يجري اسمه في الكرم على كل لسان، يبقى أنت تقول بقى ده مثل إيه؟ في ناس بتقول كتير، إنما مثلا خدنا من الجود في أعلامه حاتم، أعلامه إيه؟ يبقى لما تشبه واحد بحاتم أو تقول هو حاتم، يبقى ده مش تشبيه بس، ده من شهرته صار مثلا. والفرق أنك إذا قلت فلان في البلد يشبه في الكرم فلان، يبقى بس يمكن أنت أول إخبار عنه، إنما تجيب واحد له شهرة زائعة الصيت على كل لسان، يبقى ده بقى إيه؟ مثل في الكرم. تجيب واحد مثلا في الشجاعة اللي هو مثلا عنترة، مثل في الذكاء اللي هو إياس مثلا، الله، عمرو بن، كل واحد منهم مشهور بإيه؟ مشهور بصفة. يبقى لو ضربتها في الغير مش تبقى مثل بقى، تبقى ده مثل. ولذلك لما مدح الشاعر الخليفة وقال له ايه؟ اقدام عمرو في شجاعته، في سماحة حاتم اي الطائي، في حلم احنف، الاحنف ابن خيس وكان حليم مشهور بالحلم عند العرب، في ذكاء اياسي، قال رجل من القوم كيف تشبه الامير بصعاليك في العرب والامير فوق من ذكرت جميعا؟ ما عمرو بالنسبه للامير وما حاتم بالنسبه للامير؟ ليه؟ قال لك وشبهه المداح في الباس والندى بمن لو راه كان اصغر خادمه، ففي جيشه 50,000 كعنتر وفي خزانه 1,000 حاتم. تبقى تقول هو زي حاتم وزي ده الخزان بتوعه على البيت المال 1,000 حاتم والفرسان بتوعه 1,000، تبقى تشبيه هو ازاي بدولي؟ ما تشبهوش. فما كان منه الا ان اسعفته ذاكرته وبديهته، فقال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا، هم اقل منه صحيح لكن ضربت بهم المثل فيه
ليه؟ قال لك لان دول اصبحوا مثلا شرودا في الندى والباسي، والامثال ما تغيرش. فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. الله يبقى ادي اسمه ايه؟ مثل. مثل بقى انت تقدر في المثل تقول ايه من غير ما تقول فلان كريم؟ تقول فلان حاتم، وحاتم انقضى عمره، لان حاتم بقى ايه؟ مثل شرود في الندى. فلان عنتر، فلان ده اياس. يقول لك في ايه؟ في الزكي. يبقى اذا وان لم يكن موجود تضرب به الايه؟ تضرب به المثل اهو. يبقى ده ارتقى عن التشبيه بان صار المشبه به مشهورا معلوما متواردا على الالسنه، كل واحد يشبه به ده اسمه ايه؟ يبقى ده اسمه ايه؟ مثل. المثل بقى لما يجوا يعرفوه يقول لك قول شبه مورده بمضربه. ازاي يعني؟ الحاله اللي انت فيها الان تشبه الحاله اللي قيل فيها المثل اولا، فلانه شاع على الانسر تروح قايلها. يعني حينما ارسل مثلا عظيم من عظماء العرب خاطبه اللي بتخطب الستات لتخطب له ام اياس، لانه بلغه انها جميله وانها وانها وانها، فقال اذهبي حتى تعلمي لي علم ابنتي عوف. ايه بنت عوف دي اللي ام اياس اللي يعني مشهوره قوي كده؟ فذهبت فخلت امها بينها وبينها وقالت لها يا هذه خالتك جاءت لتنظر الى بعض امرك، فلا تستري عنها شيئا ارادت النظر اليه من وجه وخلق، وناطقيها فيما استنطقتك به. ثم ارسلت الى خباء وشفتها كلها، يعني زي ما الستات الخطيبات بيعملوا، وتبوسها وتشم بقها مثلا، وتمسك شعرها وكده وتشوفه هو بتاع دي اسمها ايه، باروكه ولا شعر صح، وتقول لها كسر اللوزه زي ما عرفنا كده عشان تشوف اسنانها ولا طق. فشافت الحكايه دي كلها، فلما ذهبت اليه وهو منتظرها على احر من الشوق قال لها ايه؟ ما وراءك يا عصام؟ ما هي الخطبه اسمها ايه؟ عصام. ما وراءك يا عصام؟ قالت ابدى المخض عن الزبد. المخض هو ينق اللبن كده عشان يطلع الزبد واللبن. قالت يعني المشوار جه بايه؟ بفايده. ابدى المخض عن الايه؟ عن الزبد. ادي كلمتين اثنين قالته. اصبح العرب بعد ذلك كلما ارسلوا رسولا ذكر او انثى مسنا او جمعا وبعد ذلك اراد ان يعلم له يقول له ما وراءك يا عصام ولو كان رجلا، لان الامثال ايه؟ لا تغير، تفضل على ايه؟ وكل شيء الجهد فيه يجدي. يوم يقول ابدا المخض عن الزبد، يجي يقول لك الولد نجح السنه دي وطلع مش عارف وجاب مجموع كده، تقوم تقول ايه؟ ابدا المخض عن الايه؟ عن الزبد. ما فيش لا مخض ولا زبد، ده ولد يقول لك ايه؟ يبقى مثل ولا لا؟ يبقى لما ينشهر على الألسنة يبقى مثل يضربه، ولذلك لا يغير. يبقى للأنثى ويقال للذكر، وللفرد ويقال للمجموع، ويقال للمثنى. افرض ان انت بعت جماعة عشان يجيبوا لك اخبار، تبقى برضو تقول ما وراءك يا عصام. هي الامثال ما ايه؟ ما تغير. يجي مثلا ولد يلعبه طول العام، ولما يلعب طول العام ويجي بقى الامتحان هيجي بكره، قال يمسك الكتاب ايه؟ قال ويشوف. طب وانت هتلحق تشوف ايه؟ يقوم ابوه يطبطب عليه كده يقول له قبل الرماء تملأ الكنائن. ايه يعني قبل الرماء تملأ الكنائن؟ يعني انت بتحارب الكنانة جعبة السهام اللي فيها السهام اللي انت هتطلقها من النبل كده. يقول له ما تملاش الكنانة بتاعتك وقت الحرب. ده الكنانة دي كانت تتملي امتى؟ وانت فارغ وهو في امتحان. مش كده يقول له قبل الرماء ايه؟ تملأ الكناكن. الكنائن يعني يضرب. يجي واحد مثلا يقول لك ده فلان ده قوي، يقول لك ولا يهمك انا اكله في الحجه، انا يقول لك ده زي الايه؟ زي الريح. ما تقدرش عليه يقول له ان كنت ريحا فقد لاقيت اعصارا، يعني انا اقوى ايه؟ ولا يغيرهاش. يبقى ده اسمه ايه بقى؟ اسمه مثل. عرفنا بقى ان المثل قول شبه المضرب بتاعه اللي انا بضربه فيه الان بمورده الايه؟ الأصيل، ولا يغير إيه؟ ويضرب الله الأمثال للناس. إن الله لا يستحي إيه؟ أن يضرب مثلا ما بعوضة
بالله ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. ده هم بيقولوا بقى ازاي ربنا العظيم ده يجيب المثل في البعوضه؟ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ان هم فاهمين فما فوقها يعني اكبر منها، لان هو ضرب المثل بالاقل، يبقى يقول فما فوقها. طب اذا كنت ضربت المثل بالاقل يبقى فوقها من باب اولى ولا لا؟ ما يؤخذش. يقول لك فما فوقها في الاحتقار منكم والقله، مش فما فوقها في لا، يعني انتم بتقولوا ايه المثل البعوضه دي ربنا يضرب، لا هيضرب مثل بايه؟ بما فوق البعوضه فيما تنكرونه، وهو ايه؟ الضاله والايه. يقول لك فلان ده مريض، تقول له فلان فوقه، يعني فوقه في ايه؟ فوقه في فلان فقير، تقول فلان فوقه، يبقى فوقه هنا مش متفوق عليه زائد، لا ده اقل منه في المنزله. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، كلام لليهود. بقول انتم مثلكم مثل مين؟ الرجل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. طيب ما هي اتيان الآيات بالنسبة لليهود؟ أم قال لك جاء لهم في توراتهم بشارة بمحمد، وليست بشارة فحسب، ولكنها سمات وعلامات، بحيث إذا رآه إنسان يقول هو ده اللي موجود عندنا في الايه؟ في التوراة. يعني ما فيش فيها ايه؟ ولذلك يعرفونه كما ايه؟ كما يعرفون أبنائهم، لأنه مذكور لهم بنص وفصل، شكله كذا وطوله كذا وعرضه كذا ولونه كذا وعينيه شكله الله. آدي ربنا آتيناهم الآيات وكانوا يستفتحون به، يبقى كأنهم اقتنعوا بصدق الآيات بدليل أنهم كانوا يستفتحون به على الذين كفروا. لما يجي كفار قريش بقى ويدخلوا في جدل مع يهود المدينة، يوم يقول احنا هيجي يوم يأتي نبي منكم نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإيران. طب ولما جاءهم ما ايه؟ كفروا به. يبقى بقول احنا برضو انتم زي الرجل اللي اتيناه اياتنا فانسلخ منها، او احنا اتيناكم الايات فالايه فانسلختم ايه؟ فانسلختم منها. ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا. وقلنا ان الايات تطلق على ثلاثه معاني: ايات كونيه يراها البصر في السماء والارض والشمس والقمر والنجوم والريح والمطر وكل ده، دي اسمها ايه؟ ومن آياته الليل والنهار والشمس، هذه الآيات. والآيات هي المعجزات التي يثبت بها الرسول صدق بلاغه عن الله، تبقى اسمها ايه؟ آية. آية جاية من ربنا، حاجة عجيبة عشان تثبت انه ايه؟ وما منعنا ان نرسل بالآيات اي المعجزات المطلوب الا ان كذب بها الاولون، ده كلامه. والآيات تطلق على الايه؟ الجمله من القران المشتمل على منهج الله، مش بنقول عليه ايه. يبقى في ايات كونيه، ادي واحده اللي بنشوفها بعينينا دي، وايات اعجازيه اللي بتيجي حجه للرسل، وايات حامله المنهج. هم كذبوا ديا وديا ودي، الايات كلها مكذبين ايه؟ مكذبين بها. ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. اقصص يعني قل حكاية ما حدث ما كان، بس مش تقول كل حكاية وإن كتفها، لا اقصص اللي يقال له ايه؟ قصص. والقصص لازم يكون فيه ايه؟ يكون فيه عبرة ويكون فيه حاجة تنفع حركة الايه؟ حركة المجتمع. لعلهم يتفكرون. القرآن جاب حكاية التفكر وحكاية التذكر وحكاية التدبر، كل حاجة لها. التفكر عمل العقل في المقارنات بين البديلات ليرجح بديلا على بديل، أدت ايه؟ التفكر بالفكر. طب والتذكر؟ ان غفلت عن هذا فتذكر، ان غفلت عن دي يبقى ايه؟ يبقى التذكر مرتبة. يبقى التفكر بيدي ايه؟ يعطي القضية. التذكر بيزيح الغفلة عن القضية المعلومة. والتدبر ام قال لك التدبر هو برضو بحث عقلي، بس بيقول لك ما تنظرش الى واجهة الاشياء،
ولكن انظر إلى كلية الأشياء واجهة وجوانب وخلف، يعني تبره ما تعطيه المسائل من إيه. ولذلك يقول لك دي خلف العبارة، الكلام ده خلف الإيه، خلف العبارة. يبقى إذن التفكر عمل العقل لترجيح قضية على قضية بحيث يختار البديل الأحسن. وبعد ذلك إن ظلت في الذهن يبقى مش عايزين تذكر، وإن غفلنا عنه يبقى تذكرت، يعني تذكر ما هو إيه معلوم. وبعدين يجي إيه التدبر، يقول لك لا تنظر إلى واجهة الإيه. أهو زي إيه مثلا في الآية اللي احنا قلناها دي، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. بعضهم قال إيه، قال هو احنا قلنا له على اللي فوقها حاجة، ده احنا بنقول له أنت بتضرب مثلا بالأقل دي ليه، فهموا ما فوقها يعني إيه الأكبر منها. نقول له لا، فما فوقها في الضعف الذي أنكرتموه. يبقى أنت ما تنظرش إلى معطى اللفظ وظاهره، انظر لمين، انظر لدبر خلف اللفظ، معطيات الألفاظ. فاقصص القصص لعلهم إيه يتفكرون، يتفكرون في أسلوب مواجهة المنهج بوجهه إزاي كده. ما تشوف دوكها عمل، شوف قول لهم علشان تشوف عمل إيه وكانت نتيجته إيه. فانتوا لما تعملوا كده تبقى نتيجتكم نتيجتكم، وده فائده الايه القصص. ساء مثلا القوم الذين كذبوا باياتنا. طب هم قال كذبوا باياتنا، ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا. بقول هو احنا ضربنا لهم المثل ببلعم ابن بعوراء اللي كان مواجه لهم وكان مشهور، هم هيبقوا مثل، هم هيبقوا ايه بعد ما كان دوكها المثل اتلغى دوكها وجه مثل غطى على مين، وخصوصا ان دوكها كان فرض وانتم ايه وانتم جماعة. يبقى اذا ما تقولش بقى انه قال لك كذبوا بآياتنا هنا وكذبوا بآياتنا هنا والمسألة فيها تكرار، قول له لا، دروك المثل لفعلى فرض، هم الفرض المشهور بانه اوتي آيات الله فانسلق منها اتلغى واتنسى بكنتم، يعني انتم بقيتوا ايه مثل أكثر. ساء مثلا القوم، ساء طبعا قبح، وبئس يعني شيء إيه مذموم. أنت لما تقول ساء فلان، ساء فلان يعني قبح أمره، أي أمر من أموره قبح، ساء صحة أدي واحدة، ساء حالا يعني بقى فقير، ساء خلقا بعد بقى شرس. يبقى لما تقول ساء لها جوانب ايه متعدده، واحنا عايزين حاجه ايه زي ما تقول ايه مثلا اشتريت درهما، درهم ايه، مسك ولا درهم ذهب ولا درهم غاليه ولا ايه. اشتريت مثلا ايه قنطارا، قنطار ايه اللي بيسموه التمييز بقى، فكانه امر مبهم وسائر في حاجات كتير عايزين احنا ايه. يبقى ساء مثلا، ساء من جهه المثل الله. طب وهل المثل في ذاته يسوء؟ ده المثل ربنا بيضربه، وهل يضرب الله حاجه بالسيء؟ طب مثل القوم والمثل فيهم ماله، ده المثل فيه جاء عشان يعدل الغير. يبقى ساء مثلا ايه حال القوم او اشخاص القوم، هم اللي ساءوا، انما المثل في ذاته ما ساءش. ليه؟ لان الله يضرب به، والله لا يضرب بما يسوء. والمثل في القوم برضو مش ذم للمثل، انما ذم لمين؟ ذم للقوم. ساء مثلا القوم الذين كذبوا باياتنا وانفسهم كذبوا باياتنا. اياك ان تفهم انهم حين كذبوا باياتنا عرقلوا منهج الله في الارض، ولا عرقلوا كون الله ابدا. الكون ماشي هو، لا يكذبون بايات الله في الكون، وايات الله في الكون سائره، وهتفضل الشمس تطلع والبدر يطلع والنجوم تطلع والميه تنزل وكل حاجه. يعني تكذبهم بايات الله مش هيضير ابدا اي حاجه، انما هم اللي هيخيبوا لانهم ما خدوش منه الفكره في الخالق وهو الى اخره. طيب وان كانت الايات المعجزات برضو هم كذبوا بالايات المعجزات دي، خلت المعجزه ما تبقاش لنا الى الان،
بقيت الى الان. يبقى ايه اللي حصل؟ هم اللي خابوا مش كده؟ وكذلك ايات الزبوا بايات المنهج، يبقى هم اللي خابوا ولا ما خابوا؟ انما هل الايات الكونيه او الايات الاعجازيه او الايات القرانيه اصابها شيء؟ ابدا. يبقى عمال عملوا ايه في نفسهم؟ هم ظلموا نفسهم. ايه في مريض والطبيب قاله متطور، قال له يا شيخ صحتك مش عجبان، تعال اما اكشف عليك. وجاب زملائه الاطباء وراح ايه كاتبين له الدواء، وجاب له الدواء من العينات اللي بتجيله، ما غرمش فيها حاجه خلاص. وبعدين الطبيب المريض ما خدش ولا دواء منه، يبقى هو عمل فصل في الطبيب ولا فصل في نفسه؟ يبقى عمل فصل، مع انك خدتها خلاص انت. يبقى الله اعطانا المنهج لتستقيم به حركه الحياه، اللي ياخده ينفع نفسه، اللي ما ياخدوش لن يضر الله. ايه شربت الدواء اهلا وسهلا، ما شربتوش لن تضر لا الطبيب ولا الايه ولا الصيدلي، انما انت ضرت مين؟ وتضرت نفسك. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وانفسهم كانوا يظلمون. هم بيظلموا مين؟ وشوف بقى اللي بيسوء الغير، اللي بيظلم الغير يبقى له شبهه في انه بيظلم عايز ياخد نفع منه. طب واللي بيظلم نفسه دي يبقى اول عدو له نفسه ولا يبقى عاد الله؟ ابدا. عاد رسول الله؟ ابدا. عاد المجتمع؟ ابدا. ده هو عاد ايه؟ عاد نفسه. وانفسهم كانوا يظلمون. شوف بقى حين تجده معمولا تقدم على عامل قاعدة نحوية فاعلم ان في قصر، يقول لك يظلمون انفسهم مثلا ويعطف ويظلمون الناس يصح، انما انفسهم يظلمون يعني لا يتعدى ظلمهم انفسهم، يبقى في قصر هنا تخصيص. زي ما تقول مثلا ايه لله الامر من قبل ومن بعد، معنى لله الامر يعني ليس لا يتعدى الى غيره ابدا. تقول مال لزيد وتقدر تقول ولعمر ولخالد تعطف عليه، انما تقول لزيد المال يبقى انتهى، ما حدش ايه حدش يشاركه فيه ابدا. وانفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي. هنا الآية دي هي الوحيدة اللي فيها المهتدي، كلها من غير ايه؟ كلها من غير إلا هذه الايه؟ إلا هذه الآية. اقرأ آية الإسراء دي، من يهدي الله فهو الايه؟ وهناك في سورة الحشر فمنهم مهتد، مش مهتدي، مهتد وكثير منهم. من يهدي الله فلا ايه؟ فلا هادي له، في سورة الإسراء وفي سورة مثلا طه وفي سورة الحشر كلها موجودة كلها بدون إيه إلا هذه الإيه؟ إلا هذه الآية. هنا المسألة بتاع من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل، هي دي المعركة اللي قايمة من قديم ولا تزال برضو ذيول المعركة موجودة إلى الآن. خلاصتها إيه؟ اللي بنكررها في كل ما تأتي آية دي عشان تستقر في مين؟ في أذهان الناس وتخدم عقائدهم. يقول لك ما دام اللي ربنا هو اللي بيهدي وهو اللي بيضل، يبقى أنا بقى ما طب وأنا لما ما أضل هيعذبني ليه؟ طب ما هو اللي بيعمل مش كده؟ والسؤال حينما شاع وخدناه عن المستشرقين بقى والفلاسفة، يراد منه إيه؟ يراد منه إيجاد مبرر للنفس العاصية غير الملتزمة. بس لانه صعب عليه قوي ان هو يعمل اشياء ويا ربنا يعذب، يقول لك هو اللي بيعمل يعني خلاص انا ماليش دعوه، نقول له عال هنخليك كده. طيب لماذا قصرت الاعتراض على مساله الضرر؟ قلت اذا كان هو اللي كتب عليا انني اسرق فبيعذبني لما اسرق ليه؟ ما دام هو اللي كتب ان ضلني بيعذبني على الضلال ليه؟ طب ليه ما تقول المقابل بقى وهو اللي هداني كان الاصول تقول وبيديني ثواب ليه؟ مش تجيب لي اثنين ولا واحده بس؟ طب اختصارك على الاولى دون الثانيه ده دليل على ايه؟ ان اللي جابت لك مكسب سبتيها قلت صح،
واللي جابت لك ضرر عايز ايه تدفع. يبقى هم دول المسرفين على نفسهم. خد بالك بقى ان احنا ضربنا امثله كتيره علشان نفرق في هذه المسائل بين المختلفين. الجهه عندهم منفكه ليه؟ ام قال لك حكايه يسموها خلق الافعال. الخلق للافعال من الله ولا من العبد؟ الخلق للافعال من الله ولا من العبد؟ شفت اهو، واحد قال من الله وواحد قال من مين. يبقى ده نضح الخلاف. نضح مين؟ نضح الخلاف. تقوم تقول له ما هو الفعل؟ لازم تفهمه كده. ايه الفعل؟ الفعل يعني ايه؟ توجيه طاقة لإحداث حدث. توجيه طاقة لإحداث ايه؟ حدث. طاقة اليد انها تعمل اي عمل تريد منها. تضرب بها واحد جايز ولا ما جايز؟ تشيل بها واحد واقع على الارض كده او تطبطب بها على اليتيم، جايزه ولا مش جايزه؟ اذا في طاقه وهي الايه؟ اليد. تعمل دي وتعمل ايه؟ وتعمل دي. ساعه ما بتحب تضرب بها واحد، طب قول لي بالله اي عضله تحركها حين تريد ان ترتفع اليد لتضرب؟ تعمل ايه؟ ده بمجرد انت ما تعوز تضرب تضرب. ما فيش عندك حاجه مسامير تروح للانسان الالي لما نحب نرفع مثلا نعمل زرار ونعمل مش عارف ايه زرار وده يتجه اللي كده واللي بيفعل واللي بيكنس واللي بيعمل كلها بقى. طب انت قالتك ايه هنا؟ اهو عايز تضرب واحد اهو، او عايز تطبطب على واحد يتيم. قول لي ما هي الاعضاء او الاجهزه التي تحركها انت عشان تعمل العمل ده؟ ولا شيء إلا أنني أردت فانفعلت. اللي خلق فعل انفعل الفعل مين؟ الله. يبقى إن نظرت إلى ذلك فكل فعل من الله، ولكن توجيه الجارحة إلى الفعل هو محل التكليف. توجيه الجارحة إلى الفعل هو محل مين؟ يبقى أنت مش بتتكلف لأنك فعلت ولا خلقت، إنما مين اللي فعل؟ الله. خلق العضو وخلق كل الأجهزة بمجرد الإرادة ترتفع. اللسان طاقة مخلوقة لبيان ما في النفس. إن أردت أن تقول بها لا إله إلا الله صلحت، وصلحت عند الكافر أن يقول الله ثالث ثلاثة، لا فدي عصيت ولا فدي عصيت. يبقى من الذي خلق قدرة الجارحة على الفعل؟ وانت عملت ايه؟ وجهت الجرح. الراجل اللي بيعمل السلاح عمل السكينه وحدها كويس وانت اشتريتها خلاص. انت ما جئت بحديدها خلاص، ولا جئت بقالب اللي صبت فيه قالب السكينه، ولا انت اللي حددتها، ما عملتش انت حاجه، انما انت فقط وجهتها الى واحد فقتلته او الى فرخه فذبحته. يبقى إذن كل الأفعال مخلوقة لله، وإنما توجيه الطاقة للفعل منك. فهل يحاسبك الله على أنك خلقت فعلا أم على أنك وجهت طاقة صالحة للفعل؟ وجهت طاقة صالحة إيه؟ للفعل. واحد في جيب بير وقع في بير، فأهل الخير ما ادوله مين؟ حبل. لما مديله الحبل صالح ان يمسكه فيشد خلاص، وصالح انه ما يسالش عنه ولا يمسكه ولا يعمل كده، يبقى يهوي ولا ما يهويش؟ كذلك الحق سبحانه وتعالى يهدي الجميع بالمنهج. اللي يقبل عليه بنيه الايمان يعينه على ذلك. يبقى لما نيجي نقول لهم يا علماء ما يصحش تختلفوا في مساله اللي هي خلق الافعال ومش الافعال، حددوا حددوا الافعال هي ايه، وحددوا كيف توجد، وحددوا ما دور الانسان في الفعل. لا هو دوره بانه يفعل ولا اي حاجه، انما الفعل لمين؟ بدليل ان الله يسلب طاقه الفعل على الاحداث الحدث وانت تريده، انت عايز. وبعدين هو يعمل شلل في الايه، تبقى الاراده عايز تعين ايدك ما تقدرش. لو كنت انت بقى اللي بتخلق كنت عملت ايه؟ كنت رفعته.
الله. يبقى إذن انحل الإشكال ولا لا؟ وعلى ذلك تكون الهداية نوعين، هداية دلالة، وذلك للجميع المؤمن والإيه والكافر. ما دام هو دل المؤمن بس، لا ده دل المؤمن والكافر على إيه؟ على الإيمان به. فالذي أقبل على الإيمان به قال له والله أنت أهل للمعونة، مرحبا بك، يوم يعمل إيه؟ يعينه. احنا ضربنا المثل زمان بتاع المرور، انت ماشي كده وفي المرور، ولا انت مش عارف عايز تروح اسكندريه، وبعدين نقول له يا عم الطريق اللي رايح اسكندريه انت لخبطت فيه، جيت عند اخر شارع الهرم كده ولا كده، ولا رايح على الفيوم، ولا رايح على مش عارف. قام قال لك يبقى دلك ولا ما دلكش؟ دلك. كذلك هدى الله كل الناس وقال منهجي كذا والايمان بيا خلاص. فانت اذا سمعت كلام العسكري بتاع المرور قلت له كتر خيرك، الحمد لله اللي وجدتك هنا، ده انا كنت ايه؟ كنت حتوه. يقول لك والله انت راجل طيب، بس هنا بقى في السكه الثانيه دي في برضه طريق ثاني متفرع. اما اقول لك هركب وياك بقى على حد ما تمر منه انت راخر. يبقى عمل له معونه ثانيه، معونه لمين؟ لمن امن به وبكلامه. انما لو ان رد كلامه يشاور له يقول له بقى ندعي انت خلاص. كذلك الحق يهدي الله الناس جميعا بالمنهج، فالذي يقبل عليه ايمانا به يعينه الله ويخفف المنهج على ايه؟ ويجعله خفيف على قلبه كده، ويديله طاقه ويديله انشراح ويديله واتقوا الله ويعلمكم ايه؟ الله. ويعلمكم الله. يبقى اذن لله هدايتان، هدايه دلاله وتلك للكل، وهدايه معونه. هدايه معونه زي الراجل اللي في البير بقى ورمينا له الايه؟ الحبل. احنا رمينا الحبل وخلاص، ادي الدلاله على النجاه. اللي يمسك الحبل ان كانوا اتنين مثلا في الجب، اللي يمسك الحبل نشده يبقى هنعينه ولا ما نعينه شيء، واللي ما يمسكش يسيب. ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون. واذا كان الله قد عمم حكما ثم خصصه، يقوم التخصيص هو اللي يحكم على التعميم. التخصيص هو اللي يحكم على التعميم. ازاي يعني؟ قال ايه؟ ان ربنا بيقول ايه؟ اللي شاء هدايته يهديه، واللي شاء ضلاله يضل. اذا كان قد بين من شاء هدايته وقال لك انا ما اهديش الكافر، تبقى المعونه ولا لا؟ انا ما اهديش الظالم، انا ما اهديش الفاسق، انما اهدي من بقى، اهدي المقابل. الله. تبقى اذا هي دي مين؟ دي المعونه، هدايه المعونه. اقرا القران بقى عشان تعرف المساله دي. اما بالنسبه لهذه الكلمه فيما يتعلق بالحق سبحانه، فانه يقول اما ثمود فهديناهم خلاص. وبعدين قال استحبوا العمى على الهدى. فلو كانت الهدايه هي الهدايه بالفعل والبتاع دي، ما يقولش استحبوا العمى. يبقى هدايه من دي بقى؟ هداية الدلالة، هداية الدلالة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. وامسكها فيما يتعلق بالرسول بقى. احنا خدناها فيما يتعلق بالحق سبحانه وتعالى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم والآية الثانية أما ثمود فإيه؟ فهديناهم. لو كانت هديناهم يعني عملنا فيهم يعملوا الطاعة، ما يقولش فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى لازم هي الدلالة بس. غيرهم لما سمع الدلالة قال يا سلام، الله الحمد لله اللي هدانا لكده، ويعمل يقول ربنا ايه يا عم. طيب وسيدنا رسول الله بقى ما يتعلق به في القرآن؟ قال له انك لا تهدي من احببت. يبقى نفع عنه ايه؟ نفع عنه الهداية. وبعدين يقول له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يبقى نفى الهداية وإيه؟ إنك لا تهدي من أحببت، لا تعينه على الطاعة، لأن دي من خصائص ربك. إنما أنت تهدي الدل بس، المنهج بتاع ربنا تدلهم عليه بس وانتهت. ما عندنا الزوات، احنا عندنا بتهدي إلى الصراط المستقيم، إنما تهدي فلان للصراط المستقيم لا. وإذا رأيت فعلا أو حدثا مثبت لواحد ومنفي عنه، والكلام من حكيم
يعرف ان الجهة منفكه. الجهة ايه؟ اهي زي ما قلنا زمان اهي افتكروها، وما رميت اذ رميت. هو رمى ولا ما رماش؟ طب هو قال وما رميت، يبقى نفى الرمي عنه ولا لا؟ طب واذ رميت يبقى اثبت له الرمي، يبقى هنا نفى الرمي وهنا ايه؟ طيب الرمي معروف والنبي هو اللي مخاطب، فكيف ياتي لفعل واحد وينسبه الى النبي وينفي عنه؟ تبقى المساله لازم الجهه منفكه. ازاي؟ اما قال لك لان النبي خد حفن التراب وضربها في الجيش، فالحفنه دي وصلت الى كل الجيش. قل له اخذك الحصى ده فعل رسول الله، انما ايصاله لكل الجيش دي مش قدره البشر بقى. يبقى ما رميت اذ ايه؟ اذ رميت. انت رميت صحيح، شكليه الرمله عملتها، انما هل اوصلتها الى كل الجيش؟ لا. خلاص موسى ضرب بعصاه الايه؟ البحر. هو ضرب، انما قال عنده القدره انه يقول للماء يا ماء اجمد وابحر، سيب سيولتك واستطراق، ده مش شغلته بقى دي. يبقى اذا الرسول صلى الله عليه وسلم وما رميت اذ رميت ثبت له الرمي ونفي عنه الرمي، لكن الرمي المثبت غير الرمي المنفي، لان الرمي المثبت هو اخذ حفنه من الحصى في ايده كده ورميها في الجيش، والذي نفي عنه انه اوصل الايه. وانت احنا قلنا زمان ان الانسان منا الابن بيلعب يقوم يقعد بقى يسرحبه عشان يذاكر، قول له انا قاعد اهو امسك الكتاب وذاكر، والواد قاعد يذاكر في الايه، يفتح الكتاب ويقلب الصفحات ويهز راسه ويتمتم ومش عارف، قعد له ساعه، وبعدين ابوه قال تعالى بقى اما اشوفك عملت ايه، يمسك كده يساله حاجه ما فيش، يقول له ذاكرت وما ذاكرت. ذاكرت يعني فعلت فعل الايه؟ المذاكر، تهزلي راسك وتقلب الصفحه وتمتم وبتاع، انما حصيله ما فيش. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى حين ينصرف عن معونه عبده يبقى العبد بيواجه حركه الحياه بدون مدد من خالقه، وما دام يبقى بدون مدد من خالقه قلنا يبقى حالته كرب، سواء كان في يسر ام في ايه؟ ام في عسر. وهذا اذا نظرنا الى ان الدنيا هي كل شيء، فاذا اضيف اليها ان الدنيا معبر للاخره يبقى الخساره ايه شكلها؟ ايه الخساره؟ كبيره قوي قوي. ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس. ذرأنا احنا قلناها زمان ذرأ بمعنى بث ونشر عند قول الحق سبحانه وتعالى في اول سورة النساء، وبث منهما رجالا ايه كثيرا ايه، وهناك ايه خلق من بعد يزرأكم فيه يكسركم، آية تانية في القرآن. يبقى ذرأ بمعنى ايه؟ نشر وبث وكسر. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. احنا عارفين ان الكون فيه اشياء عابدة بطبيعتها، وذلك ما عدا الإنس والجن اللي دول في سلك الاختيار. فاللي في سلك الاختيار الجن والإنس اللي هو ربنا بيقول عليهم في سورة الرحمن الثقلان. فالحق سبحانه وتعالى بيقول ولقد ذرأنا يعني نثرنا ونشرنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، يبقى دل على ان في ناس هيروحوا ايه وكثير. طب يبقى هو خلقهم عشان يروحوا النار؟ نقول له لا، هو خلقهم كما قال للعبادة وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. ليعبدون يعني ايه؟ يطيعون امري وينتهون عنه. والى لقائنا اخر ان شاء الله.